بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الولاية على الناس والرئاسة عليهم تعني التصرف المطلق فيهم، بما في ذلك أخذ الأموال وسفك الدماء والحبس والتقييد وإلى آخره. وهذا التصرف المطلق لا بد فيه من إذن من الله ورسوله، وإلا لم يجز. الولاية على الناس والرئاسة على الناس تعني أنك تأخذ الزكوات منهم، معلوم، وتقسمها على الفقراء المساكين، ويقتل القاتل ويحبس المتعدي ويقطع يد السارق ويرقم الزاني وغير ذلك، مفهوم؟ والدليل على ذلك أن تلك التصرفات في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت إليه وحده، كان النبي هو الذي يقوم بها ويأمر بها. ومن المعلوم أن واحدا من المسلمين لا يحق له أن يستبد في عهده صلى الله عليه وآله بشيء من تلك التصرفات إلا بإذنه. يعني ما يجوز أحد يقتل أو يقطع يد واحد في عهد رسول الله إلا أن يأذن له النبي، معلوم. فبان بهذا أن تلك الأوامر التي وردت نحو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا زنى الرجل بامرأة ولا قد تزوجوا يجلد كل واحد كم؟ 100 جلدة. أما إذا قد واحد منهم زوج فالمزوج يرجم حتى يموت. وقوله صلى الله عليه وعلى آله: من بدل دينه فاقتلوه، يعني من ارتد عن الإسلام فاقتلوه، ليس كل واحد وإنما إيش؟ لإمام. لم يرد بها أحد المسلمين، يعني ما يريد أن أي واحد يجلد الزاني أو يقتل المرتد عن دينه، لم يرد بها أحد المسلمين، وإلا لجاز لأي مسلم في عصر الرسول وبعده أن يجلد الزاني ويقطع السارق ويقتل المرتد ونحو ذلك، وذلك خلاف المعلوم من سيرة الرسول فمن بعده. إذا عرفت ذلك فلا بد من إذن يخص الخليفة من بين المسلمين توجه إليه تلك الأوامر ويقلد تنفيذها. أما بدون ذلك فالمسلمون على سواء، وقد علم أن ذلك ليس إلى أحدهم، فلا يخص أحدهم بدون تخصيص من الشارع إلا بالإذن. هذا ونحن إذا استعرضنا نصوص الشارع وخصوصا فيما يتعلق بهذا الأمر وجدنا نصوص الشارع تشير إلى أهل البيت خصوصا. النبي يشير إلى أهل بيته خصوصا وعموما، ولا سيما نصوص السنة التي لا تحصى كثرها، ولم نجد لسواهم ذكرا لا من قريب ولا من بعيد، بل غاية ما يستندون إليه في صحة خلافة الأول أي أبو بكر. ها؟ وش دليلهم على خلافة أبو بكر؟ قالوا إجماع الصحابة. وش دليلهم؟ قلنا هذا إجماع المزعوم لم يخرج من دائرة الدعوة ولم تقم عليه برهنة، ما عليه دليل، الصحابة ما اجمعوا، معلوم. بل إن الحقائق التاريخية تنادي عليه بالزيف. وخلافة الثاني أي عمر بن الخطاب استندوا في صحتها على وصية الأول وتعيينه. قلنا وش دليلكم على صحة خلافة عمر؟ قالوا أبو بكر أوصى له بإيش؟ بالخلافة. وخلافة الثالث أي عثمان بن عفان، وش دليلهم على أن خليفة؟ قالوا على وصية من الثاني، أوصى له من؟ عمر بن الخطاب. وأما معاوية فقد ابتز الخلافة والسلطان ابتزازا على المسلمين، وفيهم بقايا المهاجرين والأنصار. ويزيد بن معاوية مستند ولايته وصية أبيه أوصاله. وهكذا جرت السلطنة الأموية والعباسية ثم الخلافة العثمانية. ومما يستدل به أنصار الخليفة الأول أي أبي بكر في صحة خلافته قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ناداه بلال للصلاة في مرض موته قال: يا بلال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا هذا دليل على خلافة أبو بكر، أن النبي أمره إيش؟ أن يصلي بالناس. ثم قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة، فإذا جعله الرسول إماما للصلاة فنقيس الخلافة على الصلاة ونجعله نحن خليفة قياسا على الصلاة. وقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ أو كما قال. والجواب والله الموفق أن الذي قال: يا بلال مر أبا بكر فليصلي بالناس، هو عائشة زوجة الرسول، لا الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن من الذي أمر أبو بكر أن يصلي بالناس؟ ابنة عائشة وليس النبي. وش الدليل أن النبي ما هو الذي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة الموثوقة وكفى بإجماعهم حجة. ومما يؤيد ما قلناه هو ما اشتهر وذكره أهل السير ونقلت الأثر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله حين علم بصلاة أبي بكر بالناس خرج على الفور معتمدا على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب وهو مريض ورجلاه تخطان في الأرض ورأسه معصوب ونحى أبا بكر أو تنحى نحى عن إيش وهو يصلي بالناس جماعة. ثم وصلى هو صلى الله عليه وعلى آله بالناس معلوم. ثم بعد الصلاة قام خطيبا وحذر من الفتن وبالغ في التحذير منها هذا ما اشتهر. إذا لو كان النبي الذي أمره أن يصلي بالناس ما هو خرج وهو يصلي بالناس وبعده منه الصلاة. وفي رواية من رواية أهل البيت وغيرهم أنه قال صلى الله عليه وعلى آله بعد أن حذر إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله لم يكن هو الذي أمر لأبي بكر بالصلاة، وإلا لم يخرج النبي وهو في تلك الحالة الشديدة وينحي أبا بكر ويصلي هو بالناس ثم يحذر من الفتنة ويذكرهم بالثقلين كتاب الله وعترته صلى الله عليه وعلى آله. ولم يكن من عادته صلى الله عليه وعلى آله أن يأمر بالشيء أو يستعد لشيء ثم يتراجع إلى غيره. هو يأمر بأمر ويرجع يتراجع، يقول يا أبا بكر صلي بالناس ويرجع يخرج يبعده من الصلاة، هذا لا يصح عن النبي. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله في يوم أحد ما كان للنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل. ما كان للنبي يعني إذا يلبس آلة الحرب أن يضعها حتى يقاتل. وإذ كان صلى الله عليه وعلى آله أكمل الناس عقلا فيبعد غاية البعد منه صلى الله عليه وعلى آله مثل ذلك إن ذلك الصنيع لا يفعله إلا ضعاف العقول أهل البدا وتقلب الآراء والضاربها، ولم يكن النبي من هذا الطراز المتقلب. أما الإجماع المدعى على خلافة الأول عندما قالوا أجمعوا على خلافة الصحابة فنقول كما قلنا سابقا لم يخرج من دائرة الدعوة، بل إن الحقائق التاريخية تزيف ذلك. والدليل على ما قلنا أن سعد بن عبادة الأنصاري، ركزوا، سعد بن عبادة الأنصاري وكان سيد قومه ومن ذوي الوجاهة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبايع لأبي بكر قط بالاتفاق، ما أرضي يبايعش لأبي بكر بخلافه حتى قتل غيله أغتالوه هو عمر معلوم. وذكر أن الجن قتلوه، وأبو روايه قالوا أن الجن قتلوه لبوله قائمة لأنه قالوا هم طنب قائل. فقال شاعر من شعراء العرب قد هو عارف بالقصة، وما ذنب سعد أنه بال قائمة ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر. قال ما ذنبه أنها بل قال ما بل أنه ما رضي يبايع إلا أبي بكر فقتلوه معلوم. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يبايع لأبي بكر، ما رضي يبايع له وامتنع هو وطلحة والزبير معلوم، وتعبى هو ونفر من المسلمين، فإذا طلبوا البيعة التجأوا إلى بيت فاطمة رضي الله عليها. وأخيرا شجعت السلطة يعني سلطة أبي بكر عمر وأصدرت أوامرها بالهجوم على المتخلفين عن البيعة، قالوا اجمعوا على الإمام علي وطلحة والزبير وخرجوهم يبايعوا غصبا. واقتحم بيت فاطمة وارغامهم على البيعة، وهذه قصة مشهورة عند السنة وعند الشيعة. ومما قال معاوية في بعض كتبه لأمير المؤمنين يعيبه به وكرهت بيعة الأول أي أبي بكر، ثم ذكر أنه قيد إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش. قال ما رضيه أن تبايع لأبو بكر لما سحبوك يا علي مثل الجمل. وفي الخطبة الشقشقية للإمام علي قال فيها والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. من هو ابن أبي قحافة؟ أبي بكر، اسمه عبد الله بن أبي قحافة. إلى أن قال فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. قال أبو بكر تقمص إيش؟ الخلافة. وكم في كلامه عليه السلام مما يدل
على عدم الرضا، وقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على أنه عليه السلام لم يرضى بخلافة الأول، فمن بعده علي لم يرضى لا بخلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، معلوم؟